الشقة ديت غرفتين وصالة وحمام ومطبخ وبلكونة، هتكون جاهزة في خلال شهر طبعا، تستلموها على المفتاح. مساحتها 85 متر، الغرفة الأولى، الغرفة الثانية، طبعا بتبص على البحر برضه. ده منظر البحر يا جماعة. ده المجمع يا جماعة ينتهي، هيتسلم في خلال شهر من 4، زي ما احنا شايفين كده، من 4 مباني. وده المدخل، وده الحراسة، الاستقبال. شوفوا، شايفين مادة العزل؟ بصوا كده معايا، شايفين مادة العزل السودة ديت؟ اهي